خضت عدد كبير من البطولات وأحرزت عدد كبير من الألقاب مع النادي الأهلي على كل مستويات المحلي والقاري والعالمي. أصعب بطولة حققها النادي الأهلي من وجهة نظر كيفن جونسون، وأهم لقب حققه النادي الأهلي من وجهة نظر كيفن جونسون؟ حسن، في وجهة نظري وبسبب العقلية وثقافة النادي الأهلي، فبالتالي كل البطولات مهمة. لا أستطيع أن أتذكر بطولة واحدة خيل إلينا أننا يمكن أن نخسرها أو أنها أقل أهمية، ولكن أكبر بطولة بالنسبة لي كانت دوري الأبطال بالطبع ضد النادي الزمالك، كان قبل أن أتولى بثلاث أسابيع، ولكن كان هذا الأمر هو بداية النجاح للحقبة الحالية مع النادي الأهلي. ولكن كل مباراة يلعبها النادي الأهلي هي مباراة كأس ومباراة لقب، ولا يوجد مباراة داخل النادي الأهلي حسب ثقافة النادي الأهلي ليست مهمة. قبل ما نشارك في نسخة جديدة من كأس العالم، خليني أسترجع معك ذكرياتك عن برونزية كأس العالم الأخيرة. بداية وانت رايح تشارك مع الأهلي في قطر في بطولة كأس العالم، هل كنت متوقع أن الأهلي قادر على إحراز مركز أو ترتيب متقدم في البطولة؟ من واقع التجربة والخبرة التي كانت لدينا قبل كأس العالم، أن تلعب دور الأبطال وتفوز بدور الأبطال في فترة صعبة، وبالنظر للاعبين الرائعين الذين كانوا لدينا، فبالتالي تحدثنا أن النادي الأهلي أن الأهلي ليس في كأس العالم ليؤدي أداء مشرفا، ولكن الأهلي كان متواجدا ليحرز ميدالية، وهذا الأمر لم يحرز منذ عهد مانويل جوزيه مع النادي الأهلي، ولكن هذا الأمر كان تتويجا لهذا الجيل. هاخدك لمباراة بالميراس طبعا، وبالتأكيد احنا بنتكلم على فريق كبير على مستوى العالم، هو في النهاية بطل البرازيل وبطل الكوبا ليبرتادوريس، وبالتأكيد فريق ليه وزنه. ايه اللي اتقال منك ومن مستر بيتسو موسيماني للفريق قبل نزول الملعب ومواجهة بالميراس على الميدالية البرونزية؟ إذا استطعت أن أتذكر جيدا، فأعتقد أنه أدينا عملنا كالمعتاد، تكلمنا مع الفريق، وكوتش بيتسو موسيماني هو محفز جيد جدا لأي فريق. هو تحدث معهم وقال لهم أننا لسنا هنا لمجرد المشاركة، وبالفعل كابتن محمود الخطيب أتى إلينا وتكلم مع الفريق وقال لهم أن الجيل الحالي يستطيع أن يفعل ذلك، والأمر ليس فقط الأمر خاص بالمشاركة، ولكن الأمر خاص بالمنافسة. نحن جئنا لنضيف لقب، وجئنا كفريق بثقافة الفوز وبثقافة المنافسة في كأس العالم، جئنا كفريق لنفوز بميدالية ونضيف للنادي الأهلي، فالأهلي كان في كأس العالم، بالفعل الأهلي شارك كثيرا في كأس العالم، ولكن هذه المرة كانت مختلفة.